التيار الكهربائي بعد انقطاع لعدة سنوات يعود من جديد إلى مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. شركة غرين إنرجي العاملة في شمال غرب سوريا بواسطة الورشات الفنية التابعة لها، عملت على تجهيز محطات التوليد في المدينة لتزويدها بالكهرباء، حيث عملت الشركة على إيصال التيار الكهربائي بشكل جزئي إلى المدينة. الشركة افتتحت في المدينة قسم كهرباء جسر الشغور لاستقبال طلبات الاهالي في الاشتراك بالكهرباء بعد الانتهاء من تجهيز خطوط التوتر المتوسط والمراكز التحويلية. كما أن كادر الشركة يعمل على مد الشبكات اللازمة لتغذية المدينة، كما تم العمل على تجهيز مركز رابع العدوية ومد الشبكات اللازمة له. وصول الكهرباء إلى شوارع ومنازل المدينة سيساعد السكان على الاستغناء عن مولدات الكهرباء وتكلفتها الباهظة. مدينة جسر الشغور تحاول بهمة سكانها النهوض من جديد من تحت الركام لأنها تعاني من فقدانها لكافة الخدمات مثل انقطاع المياه والطرق غير المؤهله بشكل كاف بسبب القصف المتكرر عليها من قبل قوات نظام الاسد وحلفائه